عاد منذ لحظات المناوئون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، وقد حضر عدد الصحفيين والناشطين الحقوقيين كما تبرزه هذه المشاهد مرددين لا للعهدة الرابعة. اسمح لي اسمع نحيا راسك خويا نحيا ولمزيد من التفاصيل يلتحق بنا عبر الهاتف موفد تلفزيون النهار إلى ساحة أودان بالجزائر العاصمة بلال كباش. أهلا بك بلال. أهلا بك زميلي. نعم بلال، هل يمكنك أن تضعنا في الصورة حول هذا الاحتجاج الذي شنه عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين؟ نعم، هي نفس الصورة تتكرر صورة السبت الماضي، لكن اليوم نشوفوا أقل عدد، العدد المشاركين أو بالأحرى الناشطين أقل بكثير من العدد السابق. ربما ما يمكن الآن أن نضعه في الصورة، هناك وجوه إعلامية، يعني وجوه إعلامية أبدت ميولها لمترشحين بالإضافة إلى وجوه حزبية على غرار نذكر بالذكر نذكر جلالي صوفيانا حزب الجيل الجديد مع جماعة من مناضلي الحزب حضروا، يعني اندمجوا في الوسط. نذكر كذلك هناك مدير تحرير الفجر سيدة حدا حزام، هناك رئيس تحرير إحدى القنوات، وفي نفس الوقت هو على رأس الحملة الانتخابية لأحد المترشحين سي علي بن فليس. لكن الشيء الأكيد الآن أن العملية يعني تمت في ضرب قصير، لأنه حركة بركات لم تخرج كلها، خرج بعض من جماعة حركة بركات، تم اعتقالهم. جلالي صوفيان جاء ببعض من مناضليه، وقف أمام الجمعية المركزية، نادل للعهدة الرابعة، ثم أخذ، لا نقول اعتقل لأنه لم يعتقل، لكن استدعي ثم أخذ من طرف أول الأمن. حدا حزام كعادتها مشت، يعني وكررت لا للعهدة الرابعة، لا للجنرال توفيق، لا للدياراف، لا للنظام، لا لحاشية بوتفليقة. هنا الأمر بدأ يختلف زميلي، لأنه الآن بدأت تتصاعد، يعني شعارات كنا نراها ونسمعها في وقت سابق، هي بوفوار أساسا، لا وجد لا دياراف، الجزائرية لا أسد. الآن يعني بدأت بعض الملامح الحزبية وملامح خارجية يعني تظهر على الجمع، بعدما كان بعض نشطاء الفيسبوك وبعض من مناوئين العهدة الرابعة هم من كانوا ينشطون، لكن نرى الآن أن هناك وجوه حزبية ركبت الموج ورفعت شعارات أخرى، شعارات تتماشى وبرامجها أقول الحزبية. نعم، شكرا لك بلال كباش، كنت معنا عبر الهاتف من ساحة أودان بالجزائر العاصمة. اتهم عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أطرافا خفية بتحريك تظاهرات ضد العهدة الرابعة لخدمة أجندات غامضة، ورفض مقري انخراط حزبه في هذه الاحتجاجات، مؤكدا أن المشكلة ليست في ترشح الرئيس لولاية جديدة على الإطلاق. وكتب مقري في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن إشراك حركة بحجم حركة مجتمع السلم في هذه الوقفات والمسيرات مسؤولية كبيرة بالنظر إلى الأثر الذي يترتب عليه إيجابا أو سلبا، ويحتاج إلى قرارات مؤسساتها، وحينما ترى الحركة بأن ذلك في مصلحة الوطن ستفعل ولا يخيفها شيء ولا يمنعها أو يمنعها أقول شيء آخر. صرح المرشح الحر لرئاسيات 17 أفريل القادم علي بن واري بممتلكاته. علي بن واري صاحب 63 سنة صرح بأنه يملك 3 شقق ببقاعة وولاية سطيف، ناهيك عن قطعة أرض صالحة للبناء تقدر بمساحتها ب 14 هكتار بشراكة مع شركة عقارية. وصرح بن واري الذي أودع ملف ترشحه لدى هيئة مراد مدلسي لأنه له يملك شقق أخرى بالعاصمة جنيف وبباسن بسويسرا. علي بن واري الذي يبدو الأكثر ثراء بين المرشحين الأثنى عشر يحوز على عدة أسهم في عدة شركات عقارية خارج الجزائر.
بإزدالي المجلس الدستوري الستار على عملية استقبال ملفات المترشحين لآسيات الربيع القادم يكون 12 وجها سياسيا قد وضع ملف ترشحه لدى هيئة مراد مدلسي. المزيد في سياق تقرير هشام بن عودة ومحمد بومجو. بحلول ساعة الصفر من ليلة أمس يكون 12 وجها سياسيا قد أمضى على تصريح إيداء ملف الترشح لدى هيئة مراد مدلسي. موسى تويتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية صاحب 60 عاما وقع هو الآخر مشاركته الثانية في محطة الرئاسيات. من جهته وقع المرشح الحر علي بن فليس صاحب 70 عاما مشاركته الثانية في الاستحقاق الرئاسي، أين وقع المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة البالغ 77 عاما مشاركته الرابعة على التوالي في الرئاسيات. الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون صاحبة 60 عاما أودعت ملف ترشحها هي الأخرى للمرة الثالثة. علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري صاحب 74 عاما أودع هو الآخر ملف ترشحه لدى هيئة مراد مدلسي لأول مرة. عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل 50 عاما وهو أصغر مترشح يشارك للمرة الأولى في السباق الرئاسي. محفوظ عدول وقع مشاركته الأولى هو الآخر رفقة الصادق طماش ومحمد بن حمو صاحب 57 عاما رئيس حزب الكرامة. علي رباعين هو الآخر رئيس حزب 54 صاحب 57 عاما وقع مشاركته الثانية في الرئاسيات. عبد الحكيم حمادي يشارك هو الآخر لأول مرة في الاستحقاقات الرئاسية. وفي الأخير المرشح الحر علي بن نواري صاحب 62 عاما والذي يخوض لأول مرة غمار الرئاسيات. فلمن ستبتسم هيئة مراد مدلسي؟ شرع الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بازا تندرج في إطار متابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقد استهل سلال زيارته التي يرافق فيها وفدا وزاري هام من منطقة القليعة حيث قام بوضع حيز الخدمة قطبا جماعيا يضم 11,000 مقعد بيداغوجي و 4,500 سرير لفائدة 4 هياكل للتعليم العالي. تنتظر الجزائر رهانات اقتصادية كبيرة تحتم عليها التطور في جميع القطاعات وأهمها قطاع الفلاحة الذي أطلقت فيه مشاريع أو أطلقت فيه مشاريع كثيرة للنهوض به، لكن الظاهر من الأمر أن هذه المشاريع لا تكفي لوحدها. المزيد في تقرير محمد سعدوي. لإحداث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني لابد من النهوض بقطاعات كثيرة خارج قطاع المحروقات، وهو ما دعا إليه الوزير الأول مؤخرا، ولعل أهم قطاع يجب تدعيمه هو الفلاحة الذي يعتبر أساس أي اقتصاد. لما نجي نحكي على قطاع الفلاحي مثلا، هناك بعض المنتجات المنافسة، نحكي التمور، نحكي على الحوامض، نحكي على بعض المنتجات اللي هي ممكن تكون منافسة ولكن يجب دعمها. أنا نقول أن الدعم في الدول المتقدمة كبير جدا، احنا الأقل دعما يجب دعم هذا القطاع الفلاحي مثلا للوصول إلى مستويات تنافسية في المستقبل. الجزائر أطلقت عدة مشاريع على غرار الامتياز الفلاحي والشراكة مع الأجانب، لكن النقص في القطاع لا يزال كبيرا، فالفلاحون يعانون العديد من المشاكل يأتي على رأسها التخزين والتمويل. مشكلة التخزين هنا عندنا دايرة كاملة بنزياد وكاينة بوجريو وكاينة مالحة، هادو كل ما عندهمش وين يخزنوا يمشيو واحد 20 كيلو. معدل الفلاحية تتبنى على الفلاح وعلى وسائل الإنتاج والإنتاج. الهدف تاع الدولة ولا الهدف تاع المواطن هو توفير الإنتاج، لكن احنا الخلل الكبير اللي موجود هو في وسائل الانتاج، التهاب تاع اسعار كبير، التهاب كبير بزاف، التمويل منعدم. الجزائر تسعى الولوج للمنظمات العالميه للتجاره والى قطع تبعيه الاقتصاد الوطني لمداخيل المحروقات، مما خلق رهانات كبيره قد يحل النهوض بالقطاع الفلاحي الكثير منها. في موضوع آخر، طلب أزيد من 200,000 عنصر من مقاومي الدفاع الذاتي
السلطات العمومية بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق محتوى المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014، وطلبوا بتوضيح الرؤية حول كيفيات تطبيق هذه المادة التي تنص على حق المواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب في تقاضي معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب أن تقارير الواردة من ممثلي المنظمة على مستوى الولايات تؤكد جميعا على المطالبة بتحديد كيفيات تنظيم ما جاء في المادة 77 من قانون المالكة. إلى شأن الدولي، حيث تسلمت السلطات الليبية من النيجر السعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حسب ما أعلنت الحكومة الليبية على موقعها الإلكتروني الخميس. ووزعت السلطات الليبية صورا عدة لسعدي حين تسلمته كث شعره ملتحيا وهو مرتد ثياب السجن الزرقاء، ثم لعملية قص شعره في السجن فجر اليوم الخميس. وكان السعدي وهو الابن الثالث لعمر العمران للعقيد الراحل، فر في سبتمبر 2011 إلى النيجر التي منحته سلطتها حق اللجوء لأسباب إنسانية، وذلك قبل شهر على مقتل أبيه وسقوط النظام. وبهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز، في أمان الله.